السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم إن شاء الله عن 10 أسباب تخليك تتعلم البايثون لو أنت بالذات لسه مبتدئ في مجال البرمجة. أما لو أنت تعرف عن البايثون فهنوضح إن شاء الله المجالات المختلفة اللي بيقدمها لنا البايثون، وإيه المكتبات اللي بنستخدمها في كل مجال من المجالات اللي بيقدمها لنا البايثون دي. نتعرف على 10 أسباب. هنبدأ بالسبب الرقم 10. البايثون لغة سهلة جدا في التعلم، سيمبل، بسيطة، مجالات عملها قوية جدا وحديثة، لغة مجانية free يعني، وopen source مفتوحة المصدر، تشتغل باللغة، هي بتكتب باللغة كده شبه اللغة الإنجليزية، فتعتبر high level language يعني، وinterpreted تشتغل كinterpreter يعني مش compiler أو الاثنين يعني، بتقدر تشتغل ما بين الاثنين، وليها large community كبيرة، ناس متعاملين بها كتير. زي ما احنا شايفين كده كود قدامنا كده على الشاشه، كود جافا، كل ده عشان نقدر نكتب هالو وورلد. فهو عايزين يوضح ان اللانجوج بتاعه البايثون سهله. فلما نيجي نبص على الشاشه نطبع كلمه هالو وورلد بتبقى هو عباره عن برنت وكلمه هالو وورلد، فمعناه ان هي لغه سيمبل جدا في التعلم، فلو انت مبتدئ هتبقى بالنسبه لك لغه مهمه جدا. اللغه رقم 9، اللغه بورتابل واكستنسبل. يعني ايه بورتابل؟ بورتابل يعني قابله للنقل ما بين نظم التشغيل المختلفه، بنعرف نعمل بها برامج على الابل، على الويندوز، على اللينكس، غيره، خلاص. وفي نفس الوقت لغه اكستنسبل يعني تقدر تمتد وتقدر تتوسع وتتكامل مع لغات الجافا والدوت نت والسي بلس والسي بلس بلس والسي والكلام ده كله، وبيشتغلوا مع بعض. ودي طبعا ميزه من المميزات اللي بتقدر تقدمها لنا البايثون. النقطه رقم 8، البايثون والويب ديفلوبمنت، تطبيقات الويب. طبعا عريض جدا الشغل في البايثون على الطرفين، طرف الويب ديفلوبنج اللي هي عندها طبعا مجموعه كبيره جدا من الفريم وركس اللي بتشتغل عشان تقدر تطور برامج الويب، زي جانجو من اشهر الحاجات، فلاسك وبيراميد، كلهم من الفريم وركس المشهوره جدا في البايثون عشان تقدر تساعدك انك تعمل ويب ديفلوبمنت. اما في الويب سكرابنج، الويب سكرابنج طبعا دي قصه تانية اللي عايز لها كورس لوحديها، لكن على العموم هي فكرة ان المواقع اللي بتسحب معلومات من مواقع اخرى وتكون شغل. من اشهر طبعا المواقع المنشئة بالحاجات الخاصة بالويب سكرابينج دي الانستجرام طبعا، بنترست طبعا من اقواهم في حكاية ان هو كل الداتا اصلا عنده قدرة تسحب من المواقع التانية، وبيت باكت طبعا من برضو من المواقع اللي هي بتشتغل على الويب سكرابينج، مهمة جدا. من الحاجات او المعلومة رقم 7 اللي بتخليك ممكن تقدر تشتغل على او تبقى حابب ان انت تشتغل على بايثون، ومن اهمهم يعني الاي اي، الارتفيشال انتليجنت والذكاء الاصطناعي، ليه تطبيقات كتيره جدا. البايثون متمكنه جدا في الحته بتاعه انتاج تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وليها لايبرز او مكتبات كبيره جدا نازله في السوق بتقدر تدعم حتى الماشين ليرنينج زي الكراس والتنسر والاوبن سي في وكده. طبعا بيساعدونا برضو في حاجات الشغل الخاص بالايمج ريكوجنيشن والكمبيوتر فيجن والكلام ده كله. يعني البايثون يعني متمكنه جدا، من اكتر اللغات المتمكنه في الحته دي. طبعا ما بنكرش عن الجافا، لكن كامكانيات يعني موجوده جامده جدا للبايثون في انك انت تشتغل في الارتفيشال انتليجنس. الموضوع رقم او النقطه رقم 6 اللي تخليك تشتغل مع البايثون، الكمبيوتر جرافيكس. جرافيكس والجي او اي والديسكتوب ابلكيشنز والجيمز والجرافيكس والكلام ده كله، البايثون بيشتغل طبعا المكتبات دي كلها موجوده عشان تقدر تعمل لك جرافيكال يوزر انترفيس وواجهات بسيطه، سواء كان الديسكتوب ابلكيشنز او غيره. من اهم اللايبرز ديت او المكتبات دي تكنتر طبعا سهل جدا وبسيط عشان تقدر تستخدمه، في دبليو اكس بايثون وفي جايسون، وطبعا عشان تقدر تشغل الشغل بتاع الجيمز والكلام ده كله في بي واي جيم، دي برضو من اللايبرز المهمه جدا، وطبعا بيشتغل على الموبايل والكلام ده كله. برضو من النقطه رقم 5 اللي تخليك تشتغل على او تحب انك تشتغل على بايثون، التستنج في البايثون. في عندنا بيئات كتيره جدا مدمجه مع نازله الباكجز نازله مع البايثون عشان تعرف تشتغل في التستنج او في الديبجنج، حتى انت لو ديفلوبر يعني، زي سيلينيوم وسبلينتر من اللايبرز المشهوره في الموضوع ده. وطبعا في حاجات طبعا بتشتغل كروس بلاتفورم على او كروس بلاتفورم على البراوزرز في على المتصفحات المختلفه زي باي تيست وريبوت، ودول طبعا مشهورين جدا واي تيستر بيشتغل عليهم. ففي التستنج والفريم وفي الديبجنج طبعا البايثون برضو هتلاقيه ليه اطار قوي جدا وليه لايبرز كتيره جدا مساعده. مجال الجميل جدا تطبيقات البيانات الضخمه، البيج داتا ابلكيشنز. البيج داتا ابلكيشنز طبعا هي الوقت اللي عامله ضجه كبيره، هي طبعا والاي اي والكلام ده كله، وشغل البارلل كومبيوتنج، وازاي اقدر اخلي كذا جهاز شغالين على التوازي او جهاز لوحده شغال اكتر من عمليه في نفس الوقت. استخدام البايثون بنقدر نشتغل في الهدوب،
من خلال طبعا البايدو، طبعا معروف ان هو بيشتغل بجافا، لكن برضه بنقدر نشتغل بالبايدو في بالبايثون عشان نقدر نشتغل على فكره الماب ريديوس. طبعا انا عارف ان ممكن يكون في مصطلحات برضه الناس اللي هم البيجنرز يكون او الناس المبتدئين يكونوا لسه مش عارفينها، مش مشكله، لكن يكفي انك تحس ان في حاجات مهمه جدا بيقدمها لك البايثون للوقتي والمستقبل كمان قدام، بيقدر يساعدك لو انت حبيت تطور نفسك. هتلاقي ان في لايبرز كتيره جدا بتتحدث وبتساعدك انك انت تبقى تقدر تنتج في المجالات المختلفه على حسب دماغك ما بتتشكل اثناء ما بتتعلم يعني. طبعا وبتعالج طبعا البيانات المتخزنه كلها على اتش دي اف اس اللي هي الهدوب داتا فايل سيستمز. وطبعا في مكتبات تانية برضو بتشتغل في نفس الاطار زي الباي سبارك والداسك. الباي سبارك والداسك طبعا بيشتغلوا اكتر في الحته بتاعه البيج داتا، بس البيج داتا ستريم وكده. ففي لايبرز كتير جدا بتخدم الحته ديت، وده نقطه رقم 4. النقطه الثالثه اللي تخليك تتعلم البايثون ان هي لغه سكريبتد او سكريبتنج وفيها اوتوميشن. طبعا معروف ان لغه البايثون لغه برمجه بروجرامنج لانجويج، لكن هي برضو لغه سكريبتنج لانجويج. سكريبتنج لانجويج لو حبينا نوضحها بس ببسيط، طبعا مش عايز اوضح بالتفصيل في الفرق ما بين البروجرامنج لانجويج والسكريبتنج لانجويج، لكن ببساطه جدا لو انت عندك فورم كده بسيطه فانت ممكن تقدر تكتب فيها سكريبت بسيط جدا بالبايثون طبقا لفورم معينه يقدر ينفذ احداث معينه، ويبدا الجهاز بقى يقرا سطر سطر ويعمل انتربريتر يعني يفسر الكود وينفذ بقى واحده واحده، ولو كان في اي اخطاء في الوقت ده بيبدا يطلعها لك اثناء الران تايم. وطبعا الميزه طبعا ان الطول ان الكود لو تم فحصه يعني عمل له تشيك للكود بعد كده بنقدر اول مره، بعد كده في الاوتوميشن بقى يخليك تنفذه بشكل متكرر وسريع في المرات اللي بعد كده. نقطه الرقم 2 اللي تخليك تتعلم البايثون الداتا ساينس. الداتا ساينس البايثون رائده في مجال الداتا ساينس، علم البيانات، والناس طبعا اللي هم الريسيرشر الباحثين والعلماء والجامعيين والكلام ده كله كان اهتمامهم طبعا في الفتره الاخيره بالماتلاب، لكن دلوقتي بدا كلهم يتحولوا لفكره البايثون عشان نيوميريكال انجن اللي موجوده طبعا في البايثون زي نامباي وزي بانداز. وطبعا البايثون برضو في الجزء بتاع الاحصائي والكلام ده كله بقى الجداول والمصفوفات والاحصائيات والحاجات الاستاتستيكال والكلام ده كله والفيجواليزيشن وعرض البيانات بشكل حاجات بقى التشارتس والجرافس بتاعت الاستاتستيكال والكلام ده كله. بايثون ليها يعني ضليعه في الموضوع. سيبورن موجود ومات بلوت لايبراري او مات بلوت ليب، دي برضو مكتبات مشهوره جدا وبتفيد في المجال ده جدا جدا جدا. ده بالنسبه للنقطه رقم 2 اللي تخليك تتعلم البايثون. رقم 1 من اهم الحاجات طبعا اللي هي البوبولاريتي والهاي سالري، الانتشار والمرتبات. طبعا يعني طبقا الاحصائيه بتاعت اخر 2017 اللي هي تعتبر على 2018، المهندسين بتوع البايثون او البايثون انجينيرنج انجينير بتاعهم بيقبضوا حوالي في الولايات المتحده، طبعا مش عندنا احنا خالص، بياخد حوالي في السنه حوالي 116 الف دولار سنويا طبقا لاخر الاحصائيات يعني. اما بالنسبه للبايثون بقى هي منتشره ولا لا، طبعا تعتبر في السنه الاخيره من اكتر في السنه الاخيره يعني 2017 و2018 تعتبر من اشهر اللغات اللي الناس بتدور عنها والمنتشره جدا جدا. وانا جايب نوت جميل جراف كده جاي من على جوجل ترند بنوضح فيه ان البايثون واخده من اكتر اللغات اللي هي الناس بتبحث عنها دايما في السيرش بتاعها، يليها طبعا اللغات الثانيه الكبيره، لكن والاقوى من كده طبعا في الانتشار ان كل العمالقه في المجال بتاع الشغل بتاعنا بيشتغلوا في شغلهم البايثون، سواء كان جوجل اي بي ام اليوتيوب ناسا دروب بوكس كلهم في شغلهم في الاساس كله بايثون، وغيرهم طبعا كتير جدا من المشاهير. دي العشر نقاط اللي تخليك ان انت تقول ان انا خلاص هتعلم البايثون لو انا هخش في مجال برمجه جديد. ولو انت عارف مجالات وشغال بالبايثون فانت عرفت اللايبرز المختلفه في المجالات المختلفه اللي ممكن تخدمك. أخيرا يعني أشكركم طبعا، أتمنى تكون المعلومات كانت مفيدة بالنسبة للمبتدئين، عرفنا الفكرة بتاعتهم وإن هم حتى لو في كلمات كانت غامضة في الموضوع مش مهم، يكفي إن هم حسوا بس أهمية إن هم لو ممكن لو تعلموا بايثون هيبقى مفيد لمستواهم حاليا والقدام كمان لو حبوا يتوسعوا في المجالات المختلفة. الناس اللي عارفة استفادوا بالمعلومات تكون يا رب يكونوا استفادوا بالمعلومات والمكتبات المستخدمة في كل مجال من المجالات بتاعة البايثون. وإن شاء الله قريبا جدا إن شاء الله هنعمل إحنا وجروب كده كبير شغال دلوقتي معانا مسار تعليمي كامل متكامل إن شاء الله في مجال البرمجة، وهيبقى مركزين فيه على لغة واحدة اللي هي تبقى البايثون.
ان شاء الله المسار التعليمي ده هيبقى فيه كورسات مكون من مجموعه كورسات كبيره، كل كورس ياخد فتره طويله يعني، بحيث ان الناس تبدا وهي تبقى مترتبه ورا بعضها، بحيث الناس ما تبقاش تايهه ايه ورا ايه ورا ايه ورا ايه، مسار تعليمي كامل متكامل. فتابعونا طبعا ان شاء الله. طبعا المسار التعليمي كامل طبعا فيه في البرمجه وفي الويب وفي الذكاء الاصطناعي وفي الجي اي وفي البيج داتا وفي التستنج وفي السكيورتي وفي الداتا ساينس والسكريبتنج والكلام ده كله. فان شاء الله تابعونا نتعلم مع بعضينا ان شاء الله فيه. واللي قادر طبعا وحابب يشارك برضو الجروب يشارك على حتى يعني على جروب على سيفنست مكتوب في الصفحات البيج. واهلا بكم جميعا ودعواتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.